للحديث عن استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن وضد دول المنطقة ودلالات إعلان القوات اليمنية السيطرة على كامل مدينة حرايف في مأرب، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أستاذ صالح، مرحبا بكم. قوات الشرعية اليمنية تسيطر على كامل مدينة حرايف في مأرب، لكن ماذا تعني هذه السيطرة بعد سيطرتها على محافظة شبوة؟ ما الذي يعني ذلك؟ شكرا جزيلا، ونبارك للجيش اليمني هذا الانتصار. هذا يعني أنه سيتم تحرير كل المديريات التي حول مدينة المأرب التي يحاصرها الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات. هو يحاول أن يتقدم في هذه المدينة ولم يستطع، وبالتالي تحرير اليوم مركز مديرية حريب، وهي مركز من المديريات المعروف أهلها بالتجارة والعمل التجاري الكبير، فهذا انتصار كبير يحقق الجيش اليمني وقوات العمالقة، وهزيمة ساحقة لميليشيات الحوثي. وإذا استمروا هكذا يبدو أنه سيتم تحرير كل المديريات التي تبقت في مدينة مأرب. أستاذ صالح، مع تغيير مسار عمليات قوات الشرعية اليمنية، هل يمكننا القول بأن القرار اتخذ من قبل التحالف العربي فيما يخص تهديدات الميليشيا الحوثية؟ القرار هو بيد التحالف كما ذكرت. نعم. إذا التحالف قرر أن يدمر كل قوة ميليشيات الحوثي فهو يستطيع، بدليل أنه تم تحرير 3 مديريات في شبوة خلال 7 أيام. والآن هناك في تقدم، لولا كثرة الألغام التي يزرعها هذه الميليشيات الإجرامية الحوثية لكانوا قد تعدوا أكثر من مديرية إلى ويلتقوا مع الجيش اليمني على حدود مدينة مأرب. نعم. فالقرار مرتبط بالتحالف العربي، هل يريد حسم المعركة في كل المديريات وتحرير اليمن؟ يستطيع، لأن الميليشيات الحوثية هي في أضعف قواتها رغم الدعم الواضح من قبل إيران. أستاذ صالح، مع تصاعد وتيرة هجمات ميليشيا الحوثي، هل يمكن يعني أن نشهد تحركا مضادا من قبل واشنطن، لا سيما على مستوى إعادة وضعها على قوائم الإرهاب أو القيام بعمليات عسكرية لاحتواء خطرها؟ هل من الممكن حدوث ذلك؟ من الممكن، وهذا أيضا مرتبط بالدور الدبلوماسي للتحالف العربي وتحديدا الإمارات والسعودية. إذا قررت الإمارات والسعودية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تصميم ميليشيا الحوثي، وكان قد صدر قرار في عهد ترامب، فبالتالي يستطيع أن تستعمل الإمارات بالدبلوماسية وبالضغط على أمريكا واستخدام أوراق، وأمريكا لها مصالح في السعودية والإمارات. نعم. تستطيع أن تصنف ميليشيا الحوثي إرهابية. هذا كله متوقف على استغلال الجرائم التي تقوم بها الآن الميليشيات وضرب المطارات المدنية والمدنيين في السعودية والإمارات، وما تقوم بإجرام أيضا داخل اليمن. تستطيع أن تصدر قرار بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. إذا ما تحدثنا عن مصطلح المفاوضات، إلى أي مدى تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية ما يجري في اليمن؟ هل يمكن القبول بعد الآن بجلوس ميليشيا الحوثي على طاولة مفاوضات أستاذ صالح؟ الأمم المتحدة في وجهة نظري أغلق ملف الأمم المتحدة ودور الممثل الأمم المتحدة في اليمن، فلم يستطع أن يقدم لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وبالتالي الميدان هو الحل، والحسم العسكري لا غير هو الحل لميليشيات الحوثي الإيرانية. أما الأمم المتحدة فهي أصبحت الآن تقوم بدور المتفرج فقط، ولم يكن لها أي دور داخل اليمن للأسف الشديد منذ 2014 حتى اليوم. بعد السيطرة على مدينة حرايف في مأرب، الحكومة اليمنية تدعو لنقل مقر البعثة الأممية من الحديدة إلى منطقة محايدة. تعتقد أن الطريق أمام قوات الشرعية في اليمن بات مفتوحا نحو قلب معادلات القوة، هل سينعكس ذلك على الواقع السياسي والإنساني في اليمن باعتقادكم أستاذ صالح؟ لا شك، إذا استمرت قوات التحالف العربي ودعمها الممتاز الذي شهدناه في الأيام الأخيرة للجيش الوطني وقوات العمالقة، لا شك أن المعادلة في الميدان ستغير وستجبر الأمم المتحدة وتجبر ميليشيات الحوثي على ما تقدمه الشرعية والتحالف العربي من شروط، وبالتالي هناك بدائل كثيرة. وإذا ما فتحت المعركة في الحديدة، وقد بدأت بضربات مركزة من قبل طيران التحالف، لا شك أنه سينعكس هذا إيجابا على
اختيار منطقة محايدة، لأنه الأمم المتحدة اكتشفت بأن ميليشيات الحوثي تنهب، وتكلمت في كثير من التقارير، تنهب أموال التي تقدم للشعب اليمني وتقدمها أو تحولها إلى ما يسمى بالدعم، دعم المجهود الحربي لميليشيات الحوثي. من اسطنبول رئيس مركز ين يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لكم.